زوار بلوكي عن سيغي ديال بوليت من مهجر من كل مشان نتاعها بالسيوم غاشي الحلقات الجديده في حلقات البرنامج الرياضيه برنامج حصيله الريف الرياضيه. الحلقه النهار غادي نتناول كالعاده تحليل النتائج التقنيه متفقين مع الريف، كذلك غنحاول نسير ديال محور وسطين البرنامج واقع الملاكمه ديال اقليم النظار المكسيك نادي الهلال للملاكمه كنموذج. اذا كان غفار لتحليل النتائج التقنيه السيمانيه كالعاده ومثلا الزميل حسن ندوح نتائج المحلل الدائم للبرنامج وفي المناسبه مش تسلم انت مراسل جريده النخبه ديال مدينه النظار وصف رياضي ديال اذاعه المدينه الان، لكن كذلك كاين غيشاش الحلقه النهار هذا تحليل النتائج ومثلا محمد اشنحيا نتائج عضو هيئه التحرير الموقع سيكين كامل وفي المناسبه نتائج تيري ديال مدينه بروكسل نتائج زواد نسب الاخبار الجاليه في الديار الاوروبيه وبالخصوص الاخبار الجاليه في مدينه بروكسل. اذا لكن كملت مباشره حيث مثلا غير سبب غير عزلنا نتائج الفرق نعرف ديال القسم الوطني الاول هو على اعتبار انه غادي توقفوا في البطوله المجموعه الوطنيه القسمين الاول والقسم الثاني. المنايا غنشرح لكم مباشره على نتائج الفرق نعرف في القسم الوطني الاول هو الدوره 14 غادي فريق فتح النظور يعقب بسجن التعادل زي توارقة من قوانين ويتكمل بارتيدوس التعادل 0-0 جاء اتحاد توارقة فريق فتح النظور فريق شباب دريوش يحقق سجن الانتصار المهم صوت تصدي هدا النس على حساب فريق وداد التمارة سجن 0-0 دي باقي النتائج توالي فريق وفاق بوزنيقة يتعادل هدا عن سجن نادر قصري 0-0 لهضة مرتين يابح اتحاد تونا سجن 0-0 نادي بلدية الخميسات يابح حسنية سيدي سليمان سجن 0-0 تعادل 0-0 كيجي مقابلات قوى سوطة شغالة تباركان شباب خليفرة تولين شباب العرائش يتعادل هدا النس الحسنية بن سليمان 2-2 وفاق تيم جداد الاتحاد الاسلامي الوجدية تعادل 0-0 فريق اتحاد سيدي قاسم متصدر الترتيب العام يابح العمل بالنقصيرية سجن 0-0 انا هذا هو مثلا الزميل حسن الدوح بدا بتحليل النتائج التحقيقية نعرف ذي القسم الوطني الاول هو سي حسن الجدوري تعادل الفريق الفتح ذي توارقة الانتصار الهام يحقق فريق شباب الدريوشي نضي هدا النس علما انه توماش وصف ذي اذاعه مدينه اف ام ذي المقابله الثانيه. قبل قبل السؤال تشكال الضيوف الكرام تشكالكم مثلا موقع سكن كندي تشكال مثلا السي اشبحي ممكن سي بانه السفير الموقع في بلجيكا تشكال اخوان نادي الهلال الملاكمه ومثلا السي خضار الملاكمين سي مشرف يعني الملاكمه القفاز المنطقه الافريقيه. اولا بالنسبه للنتائج تاع حبه النظر المقابله اللي تغير على النظر برسم الدوره 14 من القسم الاول هو الاول هو فتح النظر يحقق نتيجه ممكن سي نتيجه اكثر من رائعه لانه تغطي مقابله قيمه دي يعني خارج الميدان دي توارقة وتوارقة يجب الفريق انه غاشد الطموح يعني يقرر انه عام هذه كاع وانت في الفرق يكبر الصغار فتح النظر رغم انه مشاكل ماديه ورغم مشكل الملعب اكتشف انه دي الخميس انه ارضيه الملعب انه تسبب في اقتراح اللاعبين فريق فتح النظر والمشكل هو ارضيه الميدان يعني انه خاصنا تعاني في مشكله مقال مشكل مادي انه يعني مشكل قائم بالنسبه لفريق فتح النظر يعني المشكل ارضيه الميدان يجب تما اول العاب وزائد هذه المجموعه العاب بغيت انه توعكن رغم المشاكل انه فريق فتح النظر يجد مقابله يعني رائعه تتوركا معنى هذا انه فريق فتح النظر المشكل بالنسبه هو المشكل الاعدادي وخارج ميدان اثيرات مش نتيجه ايجابيه بالنسبه لفريق شباب الدريوش يجيش مقابلة أكثر من رائعة من التمارة من اسم الدورة 14 ولكن أنه المشكلة غاسب هو التركيبة البشرية أنه غاسب مشاكل إن يعني إلا باش تكمل المقابلة يعني إلا تكمل المقابلة يشتري إلى عامل من شباب الدريوش تملغى أمام أعين يعني الجمهور الدريوش تملغى الجرس وتبغى تفكر وناس فغل وناس الجمهور الغار فغل يعني فربو يخوى ومع ذلك انه استمر يعني الشراء يستمر يبلغ دي بارخ زعما سي ولد معناه انه ذي النبي يوقف انه مشكل هو المشكل الخلاف ديال مشاريع العابن للانقسام ديال التركيبه المشاريع الدروش يجب مشكل انه يسمى حدث والله من مرائي كان يكتب مسير ويكتب مسير لحد الان انه يتعانى من مشكل مادي ومشكل في الملعب مشكل يعني تسمى مشاكل فريق الدروش كفريق انه بمستوى ولكن كبيت داخلي انه بس مشاكل وربما المشاكل اكثر من التصرفات الدروش.
نشان السي حسن تيفات انه النتيجه الايجابيه لقى فريق فتح النظور في تواركا في اتحاد تواركا نشان انه فريق فتح النظور في زمع سوطاس باش يعني وليد فارس بطاقه الشغل القسم الثاني النخبه نزلوا نسنى السي حسن بعد ما قلنا لك في الانتقالات الشتويه ما بين شان المستجدات شان جديد على مستوى التركيبه البشريه فريق فتح النظور تبقى نزرى بانه ربما فريق يجلب دي جلعاب زيد تونس. بالنسبه للانتقال ديال المنتخب الشبيبي في تحت النظور عندنا ثلاثه لعابين جايين يجوا لعاب محمد الله يعني لعابين يعني وزن السادي خارج الاقليم يجوا لعاب زيد تونس قاسم مروان الكافي لعابات واتراك نادي المرسى التونسي لعاب يسد تعقد الفريق ديال النهار الخميس الخميس غادي يعود واعتقد بانه غادي يمشي الاضافه حتى بالنسبه للاعبين اللي يسرقوا في تحت النظور محمد الله يجي لعب نظيف انه يمشي الاضافه تنقطع في فريق تحت النظور وفريق تحت النظور نجم فريق ممكن يديرها بعيد لان الاغلبيه يلعب ضد التركيب البشري ما تعرفوا المنطقه انه وان كان راس مشكل تعيش مشكل مادي ولكن مع 80% اللي يلعب مارس ديال المنطقه العريف انه ربما يمكن يتخفق سبتاس يعني ملايين ثلاثه خارج على لعب ربما قد يكون مشكل متجاوز الجوز. نيشان مثلا السي حسن السي تيم التوفيقي فريق فتح النظور يتجان مشتوى كان في الحلقه يحضر اللجنه التنافسيه تنقرت على مستوى الصداره القسم الوطني الاول هوات فريق اتحاد سيدي قاسم برطبه الزواروت 27 القيدين دار رتبه وسطين في كل من الاتحاد الاسلامي الوجدي نهضه مركز 27 القيدين دينا دي السويس ثلاثه مجموعه من الفرق فتح النظور نهضه المرتين واتحاد فاركاس 23 القيدين فريق شباب دريوش غواني ربح النس ارناض ديال دار زويله الملعب يقعد على الرتبه وسط 13 19 متنقلين بالنسبه للدوري ديكوان ديني فريق فتح النظر اللي استقبل وفاقتين جداد فريق شباب خنيفرة اللي استقبل شباب الدريوشي انتقل الخوغ على القسم الوطني الثاني هو شطر الشرق نتائج متفقين نعرف الدورة 13 ينال فريق وفاق الزنغان اكتفى فقط استعادل ديال دعم النس ديال اللاعب الشاري محمد مزيان الفريق التهذيب الفاسيه سجن زمرانين تعادل طلعت بطعم الهزيمه بالنسبه لفريق وفاق الزنغان يفوت الفرصه باش ينفعل الصداره بالنسبه لفريق نجم ميلار فريق ويسنايك مثل المنطقه العريف كذلك ربما نتائج النس لا تبشر بخير فريق الهزم بهندين تفاس 2-0 فريق جوهرات الزواب فاس باقي النتائج فريق اتحاد مولودية العيون يربح مولودية المكناس 2-0 فريق بساتين المكناس يربح نفس الحصة انطلاق التوريد اتحاد احفير نجح المكناس التعادل 0-0 فريق حسنية لازاريا يربح رجاء ارفوت 2-0 فريق قدس تازا يربح النجم الوجدي 3-0 فريق نادي بلدية تولان تغاث ديارح اذا غوالي النتائج هنا فريق قدس تازا ذير رتبة مزواروت 22 متنقيدين غوالي على محنس الناس من وجدية 3-0 ذير رتبة ويستنين انت فريق وفاق الزنغان غوالي التعادل من سيرنا ذاك التهذيب الفاسي يتراجع على رتبة ويستنين 21 متنقيدين ذير رتبة ويستنين انت فريق اتحاد مولودية العيون 20 متنقيدين ذير رتبة ويسار عانتي في التهذيب الفاسي 19 متنقيدين ذير رتبة ويس 5 بلدية تولان اتحاد احفير 18 متنقيدين غنعدو غا مثلا محمد الشنحي هذا الغيس ديالنا تعين السي محمد المقابله فريق وفاق الزنغان التهذيب الفاسي نوزو خصي ولد شويه دخل اجواء المقابله ومش توسا ذا التعادل فريق التهذيب الفاسي تيجي معاش اول بسم الله الرحمن الرحيم طالع نتحرس الضيوف من ريكنا معنا نتحرس سمتنا الاستاذ حسن منطوح شكرا لكم مثلا محمد بوغلبه باش سند الشطور تسواز بعد الوفاق ديال الزنغان ان تسمح لي الظروف حضاري من المقابله الوفاق يجي المقابله تغات وز ما سنين واحد حين الصباح المقابلة توت مستوى توت متوسط توت بإمكان فريق الوفاق الرياضي الأزنغان هذه فوق كتاز عشان نتش تصبح عند التوبول على اللعبة ممكن اللعبة لكن توجد ظروف واجد تقول فريق قد يعبه النظر من عند الظروف يعني ش يعني الخطة التكتيكية يعني المدرب توت جبود المستوى يعني توت تصفى يغني ديال المدرب النار تصل التغييرات توت ديال مشمسات أضيف إلى ذلك أن الحالة الكارثية في الجامعة على الشريف محمد مزيان واسم محبور إجراء مقابلة لكرة القدم. كان التمثيليين يتواجدوا في زريق النادي ديال المقابلة الموفقة ديال الأزنغان باش نسل الوفاق يعني سبوس غاس نجم عزيمة طن قرا أنت ديال عند كاع حق الصعود لكن الظروف باش توري الحالة المتردية الأرضية في الملعب الجهاز التقني شكون واحد جبد المستوى باش هذه سيع البطوله باش هذه يحقق نتائج تم قرارين ما غاديش النتائج مش قا تحقق ديال عام نسم مجهودات نسم يعني الشخصيه العام تقدم مجهود باش هذا غضبون على النتائج تسبحاني
مش توارير مرام الوالد بقى زول حق نشن النتيجه نصو على زوج وسا ستفك عن القضيه يعني الفريق التقني نشن المدرب اللي يخدم لك حرام مش نسمز من غير نبدا غاس طاقات نبدا غاس موهب نبدا غاس يلعب لي نقرا المرايا الشهاده للجميع باش نستمر يعني لازم انا نمشي لعابون وذا الطاقات حتى شوف كيف بغا يخدم مراش الناس زون وين فقط كوسا اللي قاعد خص قبل ما يعد الوقت غنفك عليه وغير خدمنا كالعاب نسمو نيشان مثلا محمد نتشكاريش سوطاس نيشان فا من وقت الاذاعه وفي سباق انقسمت الاشارات اكثر من مره للموقع لا فيما يتعلق الوضعيه الكارثيه للملعب الشاي محمود المزيان دور غير صالح بتاتا لاجراء المقابله في كره القدم كاين كذلك الاشراف التقني من المدرب الفريق السي بن عيسى الصدى مع كامل الاحترامات خاص الكثير من المؤاخذات مرا نشي ننسى بانه فريق وفاق زغلان يتنافس في بطاقه الصعود ربما على اشجار الفريق ديال الدار خيج المدرب هذه شي القيمه المضافه للفريق ديال الجانب التقني والجانب التكتيكي اذا هو نتائج الى فريق وفاق زغلان جنير يتراجع على الصف ويست لاينز 21 متنقلين بالنسبه للدوره ديال الدوره 14 فريق وفاق زغلان غادي يفوق عند الدوره غادي يواجه فريق انطلاقه التوريث فريق نجم مدار غادي يستقبل اتحاد مولوديات العيون